نشرة الأخبار من قناتي الأخبار المغربية M24 مشاهدين، أهلا بكم. انعقد اليوم الأربعاء برباط مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش، وقد خصص المجلس للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية. التفاصيل مع هشام فرحان. مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش تداول في بداية أشغاله وصادق على مشروع قانون يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. مشروع القانون هذا وبعد أن ينشر في الجريدة الرسمية سيتم بموجبه نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة بعد موافقتهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض. وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وواصل المجلس الحكومي أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو مشروع يأتي تطبيقا لإحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولسيما المادة 38. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2/11672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لا سيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي. واختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال بنيويورك أن على الجزائر الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء. وأبرز السيد هلال أن الجزائر اليوم أمام خيار إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو بملايير الدولارات وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية. وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 10 و21 من يونيو الجاري، دعا السفير والجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية. بلغ عدد المترشحين والمترشحات الذين يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بالصفر التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي، بلغ 4436 مترشحة ومترشحا. باقي التفاصيل مع رغدة قبوري. 4436 مترشحا ومترشحة يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بصفر.
حسب معطيات للمديرية الإقليمية يمثل هذا الرقم تراجعا بنسبة 12% مقارنة بعدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا هذه الاختبارات السنة الماضية. الامتحانات كنشد هذا التنظيم، التنظيم المحكم بسبب واحد التحضير مسبق من طرف مختلف الاطقم، واللي مجموعه من الاجراءات سبقت هذه العمليه اللي كانت سلسله من اللقاءات مع مختلف المتدخلين في العمليه الامتحانيه، سواء مراكز الامتحان او كذلك الملاحظين ولا كذلك حتى السيدات والساده الاساتذه المكلفين بالاجراء. الامتحانات تمر في ظروف جد جيده، وعلاش؟ لان سبقتها مجموعه من الاجتماعات التحضيريه سواء بالمديريه الاقليميه وكذلك بالثانوية مع الأطر أعضاء الكتابة. من أجل ضمان السير الجيد للامتحانات تم اتخاذ العديد من التدابير، من بينها القيام بزيارات تفقدية لمراكز الامتحانات وتنظيم لقاءات مع كل المتدخلين في العملية حول الترتيبات والإجراءات المواكبة للامتحانات. لوليا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء أن حصيلة حريق اندلع بمحافظة الأحمر جنوب مدينة الكويت ارتفع إلى 49 قتيلا، وكانت حصيلة سابقة لوزارة الداخلية قد أشارت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة أزيد من 40 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وكانت مصادر رسمية قد كشفت أن الحريق اندلع في وقت سابق اليوم في مبنى مؤلف من 6 طوابق وهو عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق. بعدما لم تجرى أي انتخابات في هايتي منذ عام 2016، تشكلت أمس حكومة جديدة مهمتها محاولة استعادة الأمن والاستقرار في بلد يجتاحه عنف العصابات. باقي التفاصيل مع فدوى نفيل. مع استمرار الاشتباكات بين العصابات في هايتي، أفاد رئيس كينيا ويليام روتو بأن الدفعة الأولى من بعثة أمنية متعددة الجنسيات تقودها بلاده من المتوقع أن تصل إلى هايتي في الأسابيع المقبلة، وفي محاولة لاستعادة الأمن والاستقرار في بلد يجتاحه عنف العصابات، تشكلت في هايتي حكومة جديدة بعد أسبوعين من قرار المجلس الانتقالي الرئاسي تعيين غاري كونيل رئيس وزراء مؤقتا. وبالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة، فإن كونيل سيشغل أيضا منصب وزير الداخلية. وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر فبراير عندما شنت عصابات مسلحة هجمات منسقة على مراكز الشرطة والسجون والمقر الحكومية في محاولة منها للإطاحة برئيس الوزراء السابق أرييل هنري، الذي كان قد عين قبل أيام قليلة فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021. نعود مشاهدينا للأخبار الوطنية، حيث تم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تقديم التقرير السنوي حول الوضع الجيوسياسي لأفريقيا الصادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك في إطار الدورة الثامنة للندوة السنوية حول السلم والأمن في أفريقيا. تقرير لهناء حاجي. مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يقدم تقريره السنوي حول الوضع الجيوسياسي لإفريقيا خلال فعالية الدورة الثامنة للندوة السنوية حول السلم والأمن في إفريقيا المنظمة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. تقرير تم إعداده تحت إشراف الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عبد الحق باسو، وهو عبارة عن قراءة معمقة للواقع الإفريقي خلال سنة 2023 من خلال استكشاف الانتقالات السياسية والتوترات الإقليمية وتداعيات الأزمات العالمية على القارة. هذه النسخة من تقرير المركز شهدت إدراج فصل جديد بعنوان إفريقيا والعالم، يسلط الضوء على علاقات القارة مع بقية العالم. وبالنسبة للمستجدات التي حملتها النسخ الأخيرة، تتمثل في إدراج بطاقات تقنية عن البلدان وتخصيص فصل للنقاش الإفريقي، وبعض المعطيات الأخرى المرتبطة ببعض الأحداث تم الإبقاء عليها في النسخة الأخيرة من التقرير وإدخال بعض التحسينات عليها.
من جهتها نائبة الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي إيمان شعنبي أكدت بأن جميع لقاءات هذه النسخة الثامنة من الندوة السنوية حول السلم والأمن بإفريقيا سمحت ببلورة عدد من الأفكار من خلال إعطاء الكلمة لفاعلين من مشارب مختلفة. ومن جانبه قال عبد السيسي الصحفي بوكالة الصحافة الإفريقية آبا إنه ساهم في هذا التقرير من خلال تحليل المسار الديمقراطي بالسنغال منذ سنة 1960 حتى اليوم، حيث اقترح في هذا الصدد مجموعة من التوصيات الكفيلة بتحسين الأسس الجديدة لديمقراطية تخدم مصلحة السنغاليين. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بأن المغرب استقبل حوالي 6 ملايين سائح عند نهاية شهر مايو الماضي، أي بزائد 772 ألف سائح مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعكس نموا ملحوظا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة. وأكد المصدر ذاته أنه برسم شهر مايو الماضي فقط يواصل قطاع السياحة في المغرب تقدمه، حيث سجل توافد أكثر من 1 مليون سائح ممثلا نموا بنسبة 18% مقارنة بشهر مايو 2023. أكد المتداخلون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال في تماس مع القانون، أكدوا على ضرورة تكريس الابتعاد عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل مراكز حماية الطفولة. تقرير لرضوان مستقيم. المشاركون في أشغال اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون دعوا إلى معالجة القضايا المرتبطة بالأحداث وفق مقاربة تنأى عن الجانب العقابي. المتدخلون وخلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي نظمته النيابة العامة بتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أكدوا على ضرورة تكريس الابتعاد عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل مراكز حماية الطفولة. المناظرة ركزت بطبيعة الحال على وضعية الأطفال في تماس مع القانون، وهذه بطبيعة الحال في إطار تتبع المخرجات ديال المناظرة الأولى اللي سبق انعقدت الصخيرات، واللي سبق واحد التشخيص ديال وضعية الأطفال في مختلف الفئات ديالهم، انطلاقا من الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في خلاف مع القانون. وسيتم تجميع توصيات اللقاء والعمل على تبويبها حسب طبيعتها، حيث ستشكل خارطة طريق لما سيتم تنظيمه في الشهور القادمة من ورشات مختلفة. وصف الاتحاد الأوروبي الالتزامات التي قطعها المغرب فيما يتعلق بالطوارئ المناخية بالنموذجية، وذلك خلال افتتاح ندوة نظمت بمدينة فاس بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. لنتابع. الاتحاد الأوروبي يصف الالتزامات التي قطعها المغرب فيما يتعلق بالطوارئ المناخية بالنموذجية على لسان المكلف بالتعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري خلال افتتاح ندوة نظمت بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول موضوع إزالة الكربون، رهانات وتدابير بالنسبة للمقاولات المغربية. المغرب أخذ مسألة الطوارئ المناخية على محمل الجد، كما تعكس ذلك التزاماته النموذجية، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بأهداف اتفاق باريس لسنة 2015. هذه الندوة الثالثة من نوعها حول إزالة الكربون بعد الندوتين المقامتين بكل من طنجة وأكادير تندرج ضمن التمويل الأخضر الذي يجري تطويره في المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. المشاركون في اللقاء سلطوا الضوء على رهانات مسلسل إزالة الكربون بالنسبة للمقاولات المغربية وعرض التجارب المغربية الناجحة في هذا المجال. الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع برنامجا لمواكبة المقاولات في مسلسل إزالة الكربون الخاص بها من خلال تمكينها من الآليات والموارد والمعلومات الضرورية للحد من انبعاثاتها، وفي هذا السياق أؤكد على أهمية الجانب المرتبط بالتمويل في تحقيق هذه الأهداف. هذا وتم إبراز أهمية المقاربة المغربية في مجال التحول الإيكولوجي والطوارئ المناخية من خلال عرض آليات التمويل المقترحة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لمواكبة المقاولات.
افتتح برواقية نادرة برباط معرض تراثنا بين الموروث والمعاصر للفنانة التشكيلية فريدة عمرو، ويسلط هذا المعرض الضوء على جمال المغرب وذلك من خلال مناظره الطبيعية وثقافته وتاريخه. تقرير شيماء بكا. رحلة التراث المغربي بين الموروث والمعاصر رحلة تحكيها فريدة عمرو باستعمال لغة الألوان والأشكال بدل الحروف والكلمات في معرض لها برواق نادرة بالرباط. عزيز عليا الألوان الباهية المفرحة بحال هذا الطبيعة، معنا مولودة في إفران بقيت ديما عزيز عليا ما هو وريضات وجبال أشجار كلشي كل ما هو راكي كتشوي في الألوان كلهم عندي فيهم ميلونج ديال الألوان اللي هي مفرحة. في لوحاتها تبرز فريدة عمرو جمالية المغرب من خلال خلق تناغم هندسي وفني، وتوضح معالمه في مجموعة من اللوحات بالكثير من الدقة والإتقان المثالي للزوايا والظلال والضوء. هو عبارة عن فسيفساء وباكورة سنين، وهي تبقى ديما بحث عن الذات باش بور افوار ديك لومبرانت ديالها البصمة، ولكن اللي عند الفنانة هو الرغبة الجامحة ديال التتبع وديال المعتبرة إلى آخره وصلت هذا المستوى. تجربة بصرية فريدة من خلال الألوان اللامعة والأشكال الرمزية تتقاسمها هذه الفنانة التشكيلية مع زوار معرضها بالعاصمة الرباط. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.